بسم الله، هنشوف ازاي نشتغل ايزومتريك في برنامج المايكرو ستيشن. اولا هاجي هنا عند الليفل تحت دوت، ادوس شمال واقول له انا عايز اشتغل ايزومتريك. طيب نبدأ نشتغل، اقول له انا عايز اشتغل ارسم لاين سمارت لاين وابدأ امشي، الاقي ان انا شغلي كله بقى ايزومتريك. طيب لو انا عايز اغير الشكل بتاعه بشيء، دي الزاويه اللي انا عايز امشي عليها، هتك شمال برضو واقول له فول، فيبدا يديني اختيارات. هقول له انا عايز بالنسبه للازمتك مش توب، انا هشتغل ليفت. تمام، وابدا ارسم الازمتك بتاعي من جهه الليفت. لا ده انا عايز اشتغل من جهه الرايت. طيب جميل جدا. طب دلوقتي انا لو عايز اعمل الدايمنشن هعمله ازاي عشان برضو يطلع ايزومتريك معايا؟ بسيط جدا، اي دايمنشن اختاره، اي نوع منهم، هاجي هنا من الالاينمنت واختار اربيرتي. تمام، اعلم على الشكل وابدا اسحب الدايمنشن بتاعي بالشكل دوت. لو مايل زي دوت هيجي معايا مظبوط. تمام، لازمتك طبعا بنرسمه. لو انت عايز تعمل مثلا اشياء كتيره، منها مثلا عايز تعمل مسار الشغل الصحي بتاعك مثلا، او شغل كهرباء، او شغل تكييف، او اي حاجه بتوضح بس مسار الاشياء اللي موجوده في قلب اللوحه.